أنه هذا لازم يعاني من مشكلة، زوجته تؤذي كل يوم، عندما يروح إلى بيته يواجه بإيذاء زوجته، لازم يبقى، هذا لازم يبقى مريض إلى آخر حياته، هذا خيره. ولذلك أكو هنالك حديث لطيف في باب الرضا بقضاء الله، الحديث يقول: أرضى الناس بقضاء الله أعلمهم بالله. أكو تناسب، كلما مستوى العلم بالله تعالى يرتفع الرضا بالقضاء يرتفع. طبعا هذا ما ينافي أنه واحد يدعو ويطلب ويلح، ولكن يجب أن يعلم أن ما قدره الله تقديرا حتميا هذا في صالح المؤمن قطعا إن شاء الله. هذه القضية يجب أن ندخلها في روعنا.